من ضمن الشركات لقيت في شركه بعتالي بيقولوا لي يعني ان احنا عايزين انتوا صح انتوا شايفين؟ لا انتوا مش شايفين اللي انا بعمله. لحظه نشوف كان اعمل شير ونشتغل على ده. بصوا من ضمن الحاجات اللي انا شفتها كان في شركه كانت بعتالي زي اكزام كده او اللي هو امتحان علشان شركه يعني وكده. تمام سامعني؟ انتوا شايفين اللي انا عامله ده؟ شايفين اللي هم بعتينه صح؟ اه شايف. الفكره بقى ان هم قايلين لي بقى ايه، بص بقى يا محمد احنا عايزينك وانت بتحل تصور لنا فيديو، يعني تصور لنا فيديو انت بتحلها ازاي، فاهمين قصدي؟ ف متهيالي ده الشغل اللي احنا عملناه. انتوا شايفين ولا يا شباب؟ طب حد بس يقول لي اوكي اه شايفين يعني شايفين. بس انت السبيكر بس خليه معايا بس اهو. بصوا ف هو بيقول لي حتى الانترودكشن اهو ده الانترو بيقول لي اعمل كاونت اف وسام اف وكاونت اف وسام اف على الاجزاء دي اللي هم ده تي ار سي ده والمانداي ده اللي هو الايام عملتها. وفي حاجه اسمها كاونت افس، كاونت افس اللي هي اكتر من اف، وفي حاجه اسمها سام افس، افس مش اف واحد، افس اخرها اس. احنا عملنا سام اف وكاونت اف، فاكرين اول المحاضره خالص؟ انتوا معايا؟ تمام. وبعد كده قال لي نخش بقى على الفي لوك اب، اعمل لي بقى في لوك اب. على فكره حتى بفكر ان انا حتى اخدهم اعمل يعني اخليها دي في الماتيريال بتاعتي، فاهمين قصدي ايه؟ ودي الشو يعني تجيب لي مثلا الكاركتر وتجيب لي بتاعتنا بقى. دي سؤال مهم. بصوا يا شباب بقى ده الديت، ده الديت ده انا ما شرحتهولكوش قبل كده، في حاجات طبعا مش هشرحها كلها، بس يقول لي مثلا ايه فصل لي الديت ده، ده داي اوف ذا ويك، داي اوف ويك اللي هو الماندي ساندي ساتردي اللي هي دي، والير سنه كام والمانس امتى، وهو ده في كوارتر امتى. في معادله بصوا عشان تبقوا عارفينها اسمها تكست، تكست تي اكس اهي تمام، بتقول له الفاليو، الفاليو بتختار دي، بعد كده تعمل كوما، وبعد كده تفتح كوتيشن وتقول له انا عايز الفورمات ده اللي هو ايه داي، داي اوف ذا ويك اللي هو ايه ساتردي ساندي ماندي، تقول له دي 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 4 دي دي 4 دي. بص هيقول لي ايه، هيقول لي ان هي اسمها مانداي. خدت بالكم ولا لا شباب؟ تمام يا محمد. بصوا اهي تمام Monday. تمام. فلما تيجي تفردها كده هتلاقيها فردت معاك بقى ساندي تيوزداي وكده. الير برده تكست، هنختار برده ده التاريخ وهنعمل كوما وبعد كده نفتح كوتيشن. الير بقى ترمز بحرف ايه؟ الواي. ادي واي 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 واي، ادي 4 واي او 3 واي مش فارقه، 4 واي اهي. ونقفل. قال لي 2013، هي فعلا 2013 اهي اهي، حتى 2014 2014. المانث، المانث برده تكست، انتوا فاهمين قصدي ولا لا؟ تكست المانث هتبقى 3 صح او 4، 1 2 3 4. بس قال لي ديل سبتمبر. تمام. الكوارتر بقى لما انا جيت حسبتها كوارتر قلت المانس ده مش هينفع يتكتب سبتمبر، فخليته 2 ام بس يبقى امين، فقال لي ايه اللي هو 09 اللي هو شهر 9 طبعا سبتمبر، فاهمين قصدي ولا لا يا شباب؟ الو يا شباب اسمعوني. بصوا يا شباب تمام حضرتك. بصوا ام واحده يعني 9، وطبعا هيجيب لك بقى 11 والكلام ده طبعا لو في شهر 11. امين بدل ال 9 دي هتبقى لو 2 ام كده هتبقى 09. طب لو 3 امات هتبقى ايه؟ حد يقول لي؟ هتبقى اول 3 حروف من كلمه سب 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 سبتمبر. اي ممكن ممكن تاني هندسه لو سمحت الاول بس قول لي عايز انهي حته اللي هي من اول ايه من اول المعادله اهي. المعادله هي تي اكس تي اهي خلاص كده تكست اهي عاديه تمام، وتختار الفاليو، الفاليو ده التاريخ انت بتقول له انهي تاريخ تمام، وبعد كده كوما، وبعد كده تفتح كوتيشن، كوتيشن اللي هي الشيفت نقطتين دول او شرطتين مفهوم بس كده، وتعمل ام ام مثلا كده هي لوحدها، وبعد كده تقفل الكوتيشن وتقفل ال ال الكوت تنتس انتر. قال لي الام هي 9 اهي، طب لو زودت ام ثانيه؟ قال لي 09 عشان هتبقى حرفين. طب لو زودت ام ثالثه؟ قال لي هتبقى سب، هتبقى اللي هي اول سبتمبر. طب لو زودت ام رابعه هتبقى سبتمبر. طب لو زودت ام خمسه مفيش بقى، هتبقى اس بس. طب لو زودت ام سته
ما هو هكذا بقى، بس احنا اخرنا خالص بتبقى 4 ام، هتبقى سبتمبر. فانا خليتها ايه امين بس او ام واحده بس، اللي هي تبقى شهر 9 بس. فاهمين قصدي ولا لا؟ الو انتوا معايا؟ تمام يا محمد. بصوا بقى الكوارتر بقى، دي بقى اللي كانت التركايه اللي انتوا عايزين تعرفوها. بصوا بقى يا رجاله، الكوارتر ده احنا بيقول لك شهر 9 ده في انهي كوارتر؟ شهر 9 ده يا جماعه في كوارتر 3، في كوارتر 3. اول كوارتر من 1 ل 3، ثاني كوارتر من 3 ل 6، ثالث كوارتر من 6 ل 9، رابع كوارتر من 9 ل 12. ف هنعمل ايه؟ من قصدي من 10 ل 12 يعني نزود واحد يعني. هنقسم ده على 3، هنقسم الشهر على 3، هيبقى ال 3 9 دي هتبقى في شهر 3. ال 7 دي بصوا لو تلاحظوا ما جايبين يعني كسور عشريه، فنعمل ايه؟ نروح عاملين دي كده، ناخدها كده نقفلها. في معادله اسمها راوند اب، يعني لو الحته دي كده تقرب العلامه العشريه لاقرب حاجه. فاهمين قصدي ولا لا؟ الو السلام عليكم. مع حضرتك فندم. تمام. انتوا فاهمين اللي انا بقوله؟ اصل انا بتكلم بسرعه بس، ده كان اكزام بس، عشان انا نشرح بقى للباقي. فاهمين قصدي ايه؟ لا تمام قوي. تمام. بص المعادله اللي احنا عشان تجيب الكوارتر بتقسم الشهر على الكوارتر، رقم الشهر على الكوارتر، بس طبعا هيطلع لك كسور. فعشان تقفل الكسور ده يعني تاخد دي كده، كنت يعني تاخدها معاك كده لحظه. في معادله اسمها راوند اب، اللي هي تقرب قرب اول رقم عشري فوق. تروح عامل دي كده اهي راوند اب. مالك في ايه؟ طب اهي نعملها من اول، راوند اب ده على 3. تيو ارجمنت ليه؟ لا اله الا الله. طب ليه؟ لا معلش انا اسف، انا نسيت دي. راوند اب اهي دي، وبعد كده نكمل معادله، ندوس كوما وبعد كده ندوس زيرو. ايوه هي، معلش انا اسف. بقت دي كانت 2.3 من 10 لو تلاحظوا، لو تفتكروا كانت دي 2.3 من 10، بعد راوند اب دي بقت 3. فاهمين قصدي؟ الو تمام يا استاذ محمد. كده انتوا شايفين كده مثلا 11 بقت في الكوارتر رقم 4، 9 في الكوارتر رقم 3، 6 في الكوارتر رقم 2، 3 في اول كوارتر، وهكذا. حلوه دي على فكره يا جماعه، دي ممكن يعني ده من ضمن ده امتحان كان معمول لي يعني. وده اف اف دي بقى اللي هي تقول له. طب يا استاذ محمد ايه 9 دي على 3؟ السله دي ليه على 3 ولا دي في المعادله؟ انهي ليه على 3؟ يعني معلش حضرتك بتكتب المعادله بتاع راوند اب مش عارف ايه، مثلا 4 زي ما حضرتك واقف كده مثلا على 3، الثلاثه دي مش فاهم. معلش رقم الكوارتر يا بقرب. لا الثلاثه دي الكوارتر، مش قصدي الكوارتر بيبقى 3 شهور، السنه 4 عدد الكوارتر الثاني. ايوه تمام. تقسم رقم الشهر على الثلاثه عشان يجيب لك هو في انهي كوارتر. يعني احسبها كده، رقم 6 ده، رقم 3 ده اللي هو اول 3 شهور، ده كوارتر 1 اهو. رقم 6 ده في الكوارتر رقم 2، رقم 5 في الكوارتر رقم 2، رقم 10 في الكوارتر رقم 4، وهكذا. فاهمين كده يا شباب ولا ايه؟ الو السلام عليكم. تمام يا هندسه. تمام بس محمد. تمام معاك. ودي بقى قاعده معلش في الشغل فقدنا في الدور بكام حبيبي. الله يكون في عونك. ودي قاعده اف. دي بقى اف بقى، بس اف معقده شويه. ودي بص يا شباب بيقول لي بقى ايه، بيقول لي في المعادله دي بيقول لي في الرو 37 اليوزر عايز لو السيل رقم 39 دي رقم حط لي فيها 1 اهي 1، لو ما فيهاش ارقام حط لي فيها 0. يعني بيقول لي طلع لي نتيجه هنا بحيث ان لو ال 39 دي فيها رقم، يعني حاجه رقم، طلع لي هنا 1، لو ما فيهاش رقم تبقى 0. حد يقدر يفيدني؟ حد يقدر يساعدني؟ طب انا عشان لو انتوا لو يعني دي ممكن ممكن بمعدل كيف؟ اف بقى، بس اف ايه بقى؟ ما تبقى اف اكيد. طب بص اقول لك على حاجه، بص يا شباب في معادلات اسمها از اول ما تكتب از دي، از بلانك، از ايرور، از ايفن، حد يعرف يعني ايفن؟ از لوجيكال، از ان ايه، از تكست، از اود كده.
ايفن دي اللي هي زوجي متساوي؟ لا ايفن ده يعني سوي زوجي، يعني هل الرقم ده زوجي؟ يعني مثلا بقول له ايه، يعني هل اربعة ده، بص اوريكم، بقول له ايه از، ثواني نكتب از، از ايفن، هل بقول له هل رقم اربعة ده ونقفل الكوس ايفن، يعني ايفن ده يعني زوجي، قال لي اوكي. طب لو قلت له ثلاثة هيقول لي فولس، لان ثلاثة ده فردي، فاهمين ولا لا؟ فاحنا بنقول له ايه بقى، في بقى في من ضمن المعادلات الاز دي بتبقى از نمبر، از نمبر اهي، فبقول له إيه؟ هل ده از نمبر، هل ده قصدي از نمبر ده، ندوس انتر، قال لي ترو 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 ترو، بص الا دي فولس، دي مفيش نمبر، لو تلاحظوا مفيش نمبر هنا، حد خد باله ولا لا؟ انتوا سامعيني يا جماعه كويس؟ يا جماعه انتوا سامعيني كويس صح؟ تعمل حضرتك بس ممكن تحط سنه بسيطه بس، بس مش في المهم يعني، الحمد لله الناس. بصوا يا شباب برضو بيقول لي ايه، انا معلش اتفضل قول. معلش هو اخر ثلاث اخر ثلاث خانات هم ارقام ولا عشان هم ده زيرو فيهم ده زيرو زيرو ده زيرو تمام شكرا جدا. بص بقى الحته اللي جايه دي برضو بيقول لي ايه، هايزوز ميسي ايرور سيمبل يوزنج فورمولا، اد يور فورمولا تو كي كولوم اللي هو ده، حط الفورمولا بتاعتك هنا، هو عايز يلغي الايرور ده، ما هو ده ايرور صح ولا غلط؟ الو تمام في معادله قلت لكم عليها اسمها از ايرور، از اهي بس ايرور بقى، انتوا فاهمين؟ بصوا هنقول له ايه، اف از ايرور، فبقول له هل ده از ايرور، يعني هل ده ايرور، يعني هل ده بيطلع مشكله؟ طب لو بيطلع مشكله خليها لي بلانك، بلانك يعني دبل كوتيشن يعني فاضيه. طب لو لا نزل لي بقى البرسنتج دي، الرقم اللي انتم مطلعينه، انتر تمام. بصوا عملت ايه، هو بيقول لي هايد زوس ميس ايرور، يعني الارقام الايرور دي ما تخليهاش تظهر لي، فانا قلت له لو ده ايرور خليه لي بلانك، البلانك ده اللي هو الدبل كوتيشن دي يا جماعه، الحته الصغنونه دي. طب لو ما فيش ايرور اقول له هات لي الرقم بقى ده، هات لي البرسنتج دي او هات لي النسبه المئويه دي كده. ممتاز تمام ربنا يبارك لك تمام. بص بقى في معادله اسمها لا المحاضره متسجله بس يا استاذ محمد معلش صح؟ دي مسجله عشان دي مهمه جدا، بس انا استاذ حضرتك معلش لو تبعت لنا الداتا دي بقى بحيث ان احنا لا عليك. ده انا بعتها لكم، لا ده والله يا ابو واحد اقسم بالله يعني ربنا يبارك لك، انت فيك الخير يا استاذ محمد والله حبيبي والله، ربنا يبارك. لو انت عايز تشتغل معايا يعني حل المشاكل دي، يعني حل الاسئله دي، قول له انا معايا جيش. بص والله لا ربنا يبارك. اقول لك بقى على حاجه بقى، بص المعادله دي برده في معادله يا جماعه جامده قوي، بس ممكن ما تلاقيهاش عندكم في الـ في الـ في الـ في الاكسل، اسمها فلتر، معادله اسمها فلتر بس دي ما تلاقيهاش عندكم انتم. بصوا بقى يا شباب اسمها فلتر بقى، بس دي فلتر دي بقى ممكن يعني اوريها لكم في فيديو تاني، انا كنت عامل فيديو عنها. ودي بقى معادله بيقول لي ايه بقى، بيقول لي انا عايزك، بصوا بقى يا شباب بقى ممكن تفتحوا كلكم المايكات لو سمحتم، انا عايز اتكلم معاكم شويه. بيقول لي بقى ايه، بيقول لي الكونديشنال فورماتنج، يوز كونديشنال فورماتنج تو دايناميكلي هايلايت روز اوف داتا، وي نيد تو يوز كونديشنال فورماتنج تو دايناميكلي هايلايت ذا تيبل A9 تو O130 من A9 اهي ل O130 تنزل لتحت بيزد اون Q3 لحد Q9. بصوا يا شباب بقى بيقول لي ايه، بيقول انا عايزك تعمل لي هايلايت على كل السطور اللي موجوده هنا، بحيث ان لو في حاجه من هنا في السطور دي تعمل لي هايلايت. هنعملها ازاي دي؟ بصوا بقى يا شباب يعني قولوا لي كده، ان شاء الله تحلوها يعني. فكرت تاني كده المطلوب ايه يا دكتور؟ نعم المطلوب ايه كده تاني معلش؟ بيقول لي ايه، بيقول لي انا عايز الاس اي دي، بصوا يا شباب بيقول لي ايه، لو الاس اي دي ده، الاس اي دي ده لو لقيته هنا اعمل لي هايلايت على الصفوف دي كلها. يعني دول كام اس اي دي؟ يعني الاس اي دي اللي هو 12017 ده، 12017 اهو تمام. بيقول لي لو لقيته نور لي الصف كله،
ها حد ممكن يساعدني؟ طب انا بصوا يا شباب اقول لكم عليها عشان انا يعني عشان ما نطولش. بصوا يا شباب مش احنا قبل كده بنعمل في لوك اب؟ الو تمام. مش احنا بنعمل في لوك اب عادي؟ ايوه محمد مع حضرتك. تعالى كده نعمل في لوك اب. بصوا يا شباب تمام في لوك اب اهو. في لوك اب بايه؟ انا هدور بده. لا تعالى نقف هنا كده في لوك اب دي. انا هدور ب الاس اي دي ده كوما في الجدول ده وبعد كده ادوس واحد وبعد كده ادوس اللي هو فولس دي. خلاص قال لي طلع لي النتيجه فعلا. انا بقى اروح واخد بقى الفي لوك اب دي كلها دي كده كوما كوبي قصدي لحظه خدها كده كوبي اللي هي المعادله نفسها ونروح على الكونديشنال فورماتنج. بص بقى نروح على هوم كونديشنال فورماتنج نيو رول نيو رول ونختار اللي هي يوز فورمولا دي تمام ونروح حاطين بيساوي الفي لوك اب. بقول له الفي لوك اب دي لو بتساوي لو بتساوي الاس اي دي ده اللي هو سي 9 اللي هو بيساوي سي 9 اعمل لي هايلايت اللي هو باللون الاصفر فونت بس خليه بصوا تلاحظوا بعد ما ابو واحد انا ساعات ببقى معاك في الشغل لحظه بس ف معلش بصوا يا شباب انا بس عايز اعرفكم دي. بصوا بيقول لي هايلايت الحته دي ثواني بس نفتح دي كده عشان ايه نسينا ايه نعمل بس حاجه نعمل دي كده بس كده بس اوكي اوكي. بصوا يا شباب بقى بص لو تلاحظوا بقى بصوا انا عملت ايه لو تلاحظوا مين اللي كان بيسال في الحته بتاعت الكونديشنال فورماتنج دي. بصوا لو انا لا انا كنت بقول هتيجي بالطريقه دي بس ما كنتش اعرف معادله الجنوب. بص لو لو هنيجي مثلا نمسح 12017 دي بصوا ابتدت تتمسح اهي اهي. طب نرجعها تاني. طب تعالى نمسح اللي تحتيها كده. بصوا بصوا خطفت حاجات كتيره اهي. حد خد باله من دي؟ دي 12175 12175 اهو 12175 بمجرد ما اجي امسحها بصوا دول اختفوا. خدت حد خد باله ولا لا؟ الو انا مع حضرتك بس تمام يا باشمهندس. لو مسحنا دي مثلا اختفت. لو ساعات مسحنا دي كده لا دي لسه تحت. لو دي كده دي اختفت وهكذا. بس كده يا شباب ده الكونديشنال فورمات. واخر حاجه بقى نستد اف. نستد اف دي يا جماعه اللي هي طب معلش الخطوه دي تاني. طب يا محمد معلش لا لا انا اسف. حاضر حاضر معلش. بص يا ابو وحيد تعالى بس كده عشان ايه امسحها من الاول تاني. مع حضرتك. بص يا ابو وحيد احنا بنقول له هو بيقول لي ايه اي حاجه موجوده في الجدول الصغير ده لو لقيته هنا اعمل لي هايلايت. خلاص نورني. تمام خلاص تعالى بقى. تمام هنقول له ايه يا عم تعالى نعملها الاول في لوك اب. في لوك اب بنقول له ايه هو الجدول الصغير ده مكتوب عليه اس اي دي من فوق اهو وهنا الاس اي دي اهي. فبقول له لو الاس اي دي دي لقيتها في الجدول ده واحد احنا اهو بنمشي في لوك اب عادي اهي. لو لقيتها في الجدول ده تمام تمام كده يا شباب ولا ايه؟ تمام تمام. هناخد بقى المعادله دي كده وهنعلم الاول على الصف ده على الصفوف دي كلها. انا علمت كنترول شيفت داون دي كده ونزل ونيجي هوم كونديشنال فورماتنج نيو رول وبعد كده نفتح دي اللي هو يوز فورمولا تو ديترمن دي وبعد كده بنقول يساوي وندوس في لوك اب اهي. بنقول له بقى ايه ما الفي لوك اب لوحدها مش هتعمل حاجه. انا دوست اوكي كده مفيش حاجه هتتعمل. انت فاهم قصدي؟ مفيش حاجه اتحلت. تمام بقول له ايه نتيجه الفي لوك اب دي. ما الفي لوك اب دي هتبقى ليها نتيجه صح كده يا ابو واحد؟ يعني بنقول له ايه؟ تمام. بنقول له لو الحته دي كده لقيتها يبقى لها نتيجه في الفورمات صح كده؟ استنى بس بنقول له دي كده نتيجتها. لو بقول له بقى لو نتيجه الفي لوك اب ده كله بيساوي الحته دي كده اللي هو الاس اي دي دي اللي هو سي 9 بس قبل السي 9 لازم تحط الحته دي كده سي 9 اهي لازم تحط اللي هي علامه الدولار دي كده عشان تثبت العمود. تثبيت العمود ونروح عاملين اوكي. اوكي برده مفيش حاجه هتبقى ظاهره كده يا واحد كده مفيش حاجه ظاهره فلازم بقى نعمل له هايلايت
اختار مثلا لون مثلا زي اللون الاصفر مثلا. تعالى كده في الاصفر اهو وندوس اوكي وندوس اوكي بس كده. فبقى كده عب واحد لو انت جيت مسحت شويه من هنا كده هتلاقي هنا الاصفر ده اختفى. اه تمام فهمت قصدي ايه. لو رجعته تاني تلاقيه رجع تاني وهكذا. اه صح ماشي. اه تمام اي خدمه يا ابو. بص بقى تمام ربنا يبارك هنا بقى نستد اف. بصوا هي دي الصراحه فيها لفه طويله شويه بس كل اللي احنا علينا بيقول لنا ايه. انا هقول لكم بس على اخر حاجه دي وخلاص. بيقول لي بيقول لك اد ترينرز ويز زير اي ديز ويوزنج فورمولا. لو تلاحظوا هنا بص 1 2 3 4 5 6 7 8 صح كده؟ شايفين الحته دي؟ الو خليكم معايا. ادي كده اول 8 حتتي بس بعد كده تمام. من 1 2 3 4 5 6 7 8 بعد كده 1 2 3 4 5 6 7 8 ادي كده ثاني 8 بعد كده 1 2 3 4 5 6 7 8. فاهمين قصدي ايه ولا لا؟ يعني هو بيجي من عند رقم 8 وبيروح محول يرجع ثاني 1 2 3 4 فاهمين؟ تمام. فهو بيقول لي اعملها يوزنج فورمولا يعني اعملها بس بمعادله ما تتعملش ب ب ب بايدك. فاهمين قصدي ايه؟ اقول له حاضر. انت فاهم قصدي يا ابو واحد ولا لا؟ يعني حتى لو انت عملتها بايدك فاهم قصدي حضرتك. هي قصدي لو انت عملتها بايدك فانت هتتشل يعني هتيجي كل شويه 1 ل 8 وبعد كده تعيد تاني من 1 ل 8 كان عيد تاني من 1 ل 8. فهو بيقول لي بقى ايه لا انا عايزك تعملها بمعادله. فبص بقى المعادله بقى تبقى ايه بقى؟ المعادله حد ممكن يعني يفكر معايا في المعادله؟ برضه معادله اف برضه يا جماعه. بصوا هتبقى معادله اف برضه. بص انا امسح دي كده. بص واعمل معادله اف دي في تاني خليه اف. بقول له لو تعال نوسع دي كده عشان نشوف اف اهي. نكبر دي كده شويه اف. بقول له لو الخليه اللي فوقيه دي بتساوي رقم 8 بتساوي رقم 8 اذا هيكون واحد. طب لو لا تساوي رقم 8 اذا دي زائد واحد. حد فيما انا عملت ايه ولا لا؟ الله ينور الله. بص تمام. بقول له لو دي أنا بتساوي 8 يبقى ابتدي لي بقى من رقم واحد. طب لو مش بتساوي 8 يبقى اجمع لي دي زائد واحد. فلما نيجي بقى نسحب المعادله وندوس عليها دبل كليك كده هنلاقي 1 2 3 4 5 6 7 8 وبعد كده يجي واحد اهو. فاهمين؟ بعد 8 يجي واحد اهو. طب وبعد 8 جه واحد. حد فاهم حاجه ولا لا؟ احنا معلش يا زمان ده احنا قلنا له لو بتساوي 8 ايه؟ لو المعادله اللي فوق دي لو اول خليه بتساوي رقم 8 ابتدي لي بواحد على طول. تمام. طب لو مش بتساوي تمام. لو مش بتساوي 8 يبقى اجمع لي الخليه اللي فوق دي زائد واحد. بس كده. ايوه تمام. بس كده يا شباب. لا يا باشا هنروح شغلنا ده يا باشا بس خلاص. بص يا شباب نستد اف دي يا جماعه اللي محدش يعرفها اللي هي اف المركبه اسمها نستد اف اللي هي اف جوه اف جوه اف. فهم مسمينا زي العش كده اسمها نستد. نست يعني عش يا جماعه اللي هو بيبقى عشاش جوه اف. فاهمين قصدي ولا لا؟ اللي هي اسمها من الاخر اف المركبه اللي احنا عملناها اربع خمس مرات المره اللي فاتت في المحاضره الثانيه. حد فاكرها ولا لا؟ ولا السلام عليكم الصوت. ايوه تمام اللي احنا استخدمناها في نتيجه الطلبه او المعرفه دي. ايوه بالظبط يا شباب. ايوه هو ده اللي انا بقوله لكم. عملناها في التقدير. تمام. اللي هي التقدير لو ده بيساوي ده لو ده اصغر من 400 اذا طب لو ده اصغر من 300 اذا وهكذا. دي اسمها نستد. نستد يعني تمام. مع الشاشه يعني اف عش عش بالظبط كده كذا حاجه جوه بعض يعني كذا حاجه جوه بعض. بس كده يا شباب ده كده اخر حاجه هو بس على فكره عجبني قوي البتاع ده فقلت ان انا اشارككم معايا. لا ربنا يبارك لك يا محمد والله استفدنا كتير والله حبيبي يا صاحبي وكويس عشان ما تقابلنا حاجه زي كده. ربنا يبارك والله ربنا يكرم والله يعني ربنا يكرم واعمل حاجات حلوه زي كده. بصوا بقى يا شباب احنا هنقفل بقى ده كده عشان بقى ايه نتوكل على الله. انا مش هسيب اي اجابات انا هبعته لكم كده صافي كده وانتوا تعيشوا مع بعض خلاص. الو ماشي يا باشا.
ولا سيف ولا طب ليه لا خليه بالاجابات لا لا خليه بالاجابات عشان يبقى كمرجع وانا اخده واشيل الاجابات واشتغل اشوف اشتغلت صح ولا لا سيف اهو دلوقتي كده انا سيفته اهو وقفلت الحاجه لحظه بس كده عشان ابعته لكم دلوقتي الاستاذ بدوي دحيحه معانا مش هسيب النهارده الناس الدحيحه دي ده حبيبي يا استفاد منه كتير والله الله يبارك ثانيه ثانيه بس كده نبعت لكم على الواتساب الـ البتاع ده اللي هو الـ الديسكتوب ده اسمه بلو ماونتن الشركه اسمها بلو ماونتن اهي انا بعت لكم دلوقتي يا شباب اهو على الواتساب تمام هو كان في كام تريكه حلوين قوي يعني حته الهايلايت دي ممكن واحد يستخدمها في حته اتزان القيد في اليوميه الامريكيه لو مش متزن نعمل لها هايلايت على على بدوي على التيك توك يا بدوي بص يا بدوي انا بعشق ان انا اسهل على نفسي الشغل وان انا اخلي الشغل بتاعي يبقى بيرفكت حاجات زي دي يا بدوي بتسهل عليا شغل السنين لما بعمل عليه الهايلايت انا مش عايز اقول لك يا بدوي انا في كميه هايلايت عاملها في الشتات عندي بحيث لو في رقم ضرب مع رقم ينور لي على طول بس ان العين هتميز اسرع بكتير قوي من ان انا ادور يعني فلو في لون هيبقى مميز معايا الله يبارك في حضرتك واقول لك على حاجه برضو انت عندك الاكسل بتاعك فيرجن كام 21 الله عليك زي ما انا شغال عليه دلوقتي ده كمان في 24 ان شاء الله هنزله قريب يعني هو عشان 21 كان في معادله اللي هي الاكسل لوك اب ما كانتش موجوده في اللي قبل كده مش موجوده كده بالظبط 21 365 بص بقى يا شباب في بقى معادله اسمها فلتر يا بدوي بقى دي دور فيها بقى يا لهوي ده فلتر دي هتلبس هتوديك في عالم تاني هتلاقيك انت حضرتك قلت انك كنت منزلها فيديو على القناه بتاعت حضرتك فلتر دي بص يا بدوي فلتر دي يا جماعه بصوا يا شباب افتكروا كلامي ده كويس معادله فلتر دي في عالم تاني انت بمجرد يا جماعه ما بتحط له الكونديشن والارقام وقلت له اي خطا ظهره لي هنا هتلاقيك انت اول ما بتعمل اي اخطاء تلاقيها طلعت لك فوق يعني بطريقه ما طلعت لك فوق معادلة فلتر يا شباب هتوديكوا في عالم تاني قوي 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 اسمها فلتر من الاخر بقى خد بقى المعادلة دي بقى ودور عليها على اليوتيوب بقى براحتك هتستفيد من كل السنين بس كده نتوكل بقى على الله كمان كان في اتفضل قول تمام كان في سؤال في المحاضرة اللي فاتت وانا لما بعمل بايفت تيبل لداتا معينة هل هي بتبقى سنسيتيف لو انا غيرت حاجة في الداتا دي تتغير تلقائي ولا لازم كل ما اعمل تحديث لازم تعمل ريفريش تمام بس كده تمام لو اللينك طبعا قفل تدخلوا برضو على اللينك تاني تمام نبقى نعمل بقى ايه نعمل بقى دي كده بسم الله الرحمن الرحيم فاكرين الراجل الجميل ده شركه يا رب بس يكرم بس ويلود فاكرين فاكرين اهو احنا اهو حبايبنا اهو شركه الاهل الدوليه هي اللي احنا فيها دي لسه زي ما احنا تمام دي اللي احنا اشتغلنا عليها يعني دي فاميليار بالنسبه لكم هنشتغل بقى دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم نعمل ايه بقى نعمل هنعمل طبعا ريبورت وان احنا نعمل بقى تشارت بقى هوريك بقى بدوي بقى شويه حاجات في التشارت دي بقى دلع بص بقى يا شباب تمام كله بقى يجي بقى يطلع لي بقى كده افكار عشان نقدر نعمل بينها ايه حاجات مين اللي يبتدي معايا للتشارت يعني انا هبتدي انا لا انا هبتدي انا انا هبتدي مثلا اقول ايه الوكله وبيبيعوا كام كميه كميه فين الكميه كميه ايه خلاص هندوس هنا كده في اي حته في الجدول وندوس كلمه انسرت وندوس كلمه بيفت تيبل هيقول لي انت عايز الداتا تطلع لك في نيويورك شيت ولا اكزيست اقول له انا عايزها في نيويورك شيت اهو في الحته دي كده هقول له الوكيل اهو هنسحبه في الرو عشان ينزل تحت بعضه اهو والكميه هنحطها في في الفاليو علشان نجمع فيه عشان ده بيحصل فيها الجمع والطرح وهكذا تمام ونروح مع اللي على دولك كده ونعمل فورمات نمبر فورمات علشان نفصل الالوفات عن بعضها يعني يبقى المنظر ده كده فيه الوفات 14000 عشان يبقى سهل القرايه واخر حاجه خالص نعمل كليك يمين كده ونعمل حاجه اسمها سورت ولارجست سمولست من اكبر لاصغر تمام كده تمام ونيجي بقى نعمل ايه بقى حاجه حلوه نروح عاملين كده ونعمل كلمه انسرت وفي بقى عندنا بقى لو انت في اكسل قديم شويه مش هيجي لك الريكومندد دي لو انت في اكسل جديده هيجي لك حاجه اسمها ريكومندد شارت انا من عن نفسي مش عايز الريكومندد شارت اختار اللي هي ايه بار شارت بار اي اللي هي البار ده اسمه بار شارت بس انا عايز البار شارت ده اللي هو بالجنب مش بال ثواني بس كده
نعمل الديزاين ونختار تشينج تشارت تايب ونختار البار تشار اللي هو البار مش الكولوم ده البار ايوه كده بالظبط اللي هو تبقى بالجنب كده يا جماعه فاهمين قصدي ولا لا؟ تمام عشان تبقى المنظر ده كده تمام اهو وبروح مغطي البيفت تيبل بالمنظر الجميل الحلو ده وطبعا بقى تقدر بقى تختار في الديزاين ده كذا اكتر من ديزاين يعني بصوا ممكن مثلا بصوا يا شباب انا ليه اخترت البار تشارت ده اسمه بار اللي واقف ده اسمه كولوم البار دي لما بيكون الداتا كتير او الرو دي كتير بتختار البار عشان دولت يبقوا ماشيين كده فاهمين قصدي لكن لو اخترت الكولوم تشارت هتلاقي الكلام متزنق من تحت ده كده احسن طب تعالى مثلا ايه نوسع على نفسينا شويه تعالى نوسع مثلا نخلي مثلا البار تشارت مثلا بشكل كده شيك مثلا زي مثلا ايه الشكل ده مثلا كده كويس ولا الشكل ده نخلي الشكل البسيط ده ونروح دايسين على دي كده ونمسحها ونروح دايسين على دي كده ونكتب ايه الكميات على حسب كل وكيل تمام تمام ونيجي نقف على دي كده ونروح على الهوم ونقعد نكبر الكلام كده كتير شويه تمام وممكن بقى بص بقى يا شباب ممكن بقى ايه عايزين مثلا نلغي حاجات مثلا معينه نيجي بصوا هنا لو تلاحظوا هنا مفيش اي حاجه في الوكيل هنا مفيش اي حاجه مظهراه فنيجي هنا كده ونروح على كلمه ديزاين وفي حاجه اسمها اد تشارت اليمنت اليمنت يعني عنصر عايزين نضيف عنصر للتشارت ندوس اهي عليه في حاجه اسمها داتا ليبل داتا ليبل خلي مثلا انسايد اند اهي مثلا بس الانسايد اند دي الكلام مش واضح قوي نخليها ممكن في الداتا ليبل اوتسايد اوتسايد اند تبقى بالمنظر ده حد فاهم حاجه تمام يعني كده بقت افضل اهي شويه وممكن مثلا ايه نلغي مثلا شويه حاجات يعني مثلا ايه زي ممكن لاي اوت انا عايز اشيل الاكسس عموما يعني الاكسس دي انا عايز اشيله نيجي عند الاكسس دي الاكسس ونشيل الاكسس اه بالظبط كده يبقى المنظر ده كده احسن واكسس ستايلز اكسس اهي الاكسس دي يا جماعه اللي هو الواي والاكس اللي هي اللي هنا واللي هنا فطبعا ما فيش حد بيبص عليه احنا بنبص على الارقام بس فاهمين قصدي ولا ايه انا بس لا الاكسس دي بس انا عايز ازودها اللي هي بتاعت لا مش دي اللي هي الفيرتيكلي اللي هي دي عشان يبقى الاسامي بتاعت الوكلاء جنبينا فاهمين قصدي ولا يا شباب والليجند نو اظهرت حضرتك الوكلاء ازاي اهي ما بص بص اهو من الاخر كل حاجه في الاد شارت دي الاكسس دي يا جماعه اللي هي اكس يعني ايه اكس مش فاكر ترجمتها بالعربي الصراحه بس الاكسس دي اللي هي بتكون يعني نعم زي صلاحيات يعني او تتغير منها حاجات معينه محاور تقريبا يعني محاور ايوه صح محور صح جدع محور هو محور بصوا هنا المحور اهو الاكسس دي لما اجي ادوس عليها كده حتى قبل ما اجي ادوس اختفى الاسامي لما باجي ادوس على الاكسس اهي كده فيرتيكلي اللي هي بتظهر لي الاسامي في التشارت تايتل التشارت تايتل اللي هي دي اللي هو عنوان التشارت او عنوان الرسم البياني ده لو انا دوست عليه كده مونو اتشالت فاهمين قصدي الداتا ليبلز دي من اهم الحاجه اللي انتوا ممكن تحتاجوها في حياتكم اللي هي اللي فيها الحاجات الارقام دي طبعا دي اهم حاجه في الدنيا كلها الداتا ليبلز دي وفي الداتا تيبل دي برده ما لهاش لازمه برده بحس ان ما لهاش اي 30 لازمه يعني مش 30 لازمه ما لهاش لازمه هنا دلوقتي والايرور بار لا طبعا دي مش عايزينها الجريد لاين دي اللي هي الخطوط دي فممكن دي نشيلها الجريد لاين دي نخليها اهي لا لو خليناها كده او كده او مور اوف جريد لاين نو لاين انا عايز اخليها اوتوماتيك انا عايز اخليها نو لاين انا عايز يبقى ابيض برضو لا بس انا عشان بقالي كتير ما بستخدمش الجريد لاين دي بستخدمها في الباور بي اي ف ده الشكل بتاعها ده الشكل بنسبه كبيره يا شباب احنا فصلت
اهو يا جماعه خلي بالكم نعمل من الاصوات اللي انتوا بتطلعوها من الموبايلات، علشان انا فجاه بلاقي نفسي مع ناس تانية. تمام بصوا يا شباب بقى، انتوا كده شايفين كده ولا لسه؟ لسه كده شفتوا ولا لسه؟ شايفين كده شايفين يا شباب. هنا لو تلاحظوا في هنا كميه وفي هنا الوكيل، فانا عايز الغي دولت. فدوست عليه كليك يمين هتلاقي في حاجه اسمها اهي، هتلاقي في كليك يمين هنا هتلاقي يقول لك هايد اكسس فيلد او هايد اول فيلد، انا اقول له هايد اول فيلد باتنز اهي كده بقت احسن. فاهمين قصدي؟ والجريد لاينز دي حد تمام كده يا شباب ولا ايه؟ تمام. ونيجي بقى على الجريد لاينز دي، في جريد لاين اهي هنشيل دي، والجريد لاين اهي هنشيل. الجريد لاين دي يا جماعه اللي هي الالوان قصدي او الخطوط اللي بتبقى في كراسه الرسم البياني. حد فاهم ولا ايه؟ الو الو تاني حته الجريد لاين دي. بصوا يا شباب الجريد لاين اهي بتبقى تدوس على اي حته في الـ في الـ في الـ في الرسمه اهي. تمام. وتروح جاي هنا كده في حاجه اسمها جريد لاين اهي، جريد لاين هندوس على الميجورتي دي نشيلها، ولو في حاجه تانية ندوس عليها برده ونشيلها. بس كده كده بقت جميله قوي كده. تمام كده بقى الكلام حلو. عايز بقى نكبر الكلام اللي موجود جوه الكتابه جوه الرسمه، نقف في اي حته في الجدول في الصوره كده في الرسمه ونيجي على هوم ونكبر الكلام كده بس كده كده عشان ما تزودش قوي. ونيجي عند الكميات في الخليه ونكبرها ونخليها مثلا تحتيها بالراحه كده باللون دي كده عشان يبقى شايف. بس كده الكميات على حسب الوكيل. بس كده كده بقت زي الفل كده والدنيا بقت جميله قوي كده. حلوه كده يا شباب. تمام. يلا بقى حد بقى يساعدني بقى في حته تاني عشان نعمل بقى ايه رسومات تاني. بس انا عايز بصوا يا شباب معلش انا اسف، انا هعمل برضو الحته دي ليه؟ لان انا عايز اوريكم الفرق ما بين كذا نوع من انواع الرسومات البيانيه. احنا عايزين نعمل ايه الحاجات اللي بتتباع في جيد وجيد جدا وممتاز. اهو نعمل بيفت تيبل اهو، وهنقول له في نيو ولا اكزيست، اقول له في الحته الاكزيست دي، ونيجي هنا كده ونقول له هنا كده في الاكزيست مثلا نحط له هنا كده هنا كده ايه 20 مثلا، وندوس انتر واهو تمام. ونروح قايلين له بقى ايه، بص بقى اعمل حاجه، نقول له احنا عايزين النوع والكميه بتاعته اهو لو تلاحظوا اهي، ونعمل كده صورت ونعمل كده الخليه نفصلها ما بين بالالوفات اللي هي اسمها كوما سيبريتور في الفورمات شيت في الفورمات سيت اهي بالظبط. ونيجي نعمل كده هنا كده، ونروح جايين هنا كده ونعمل انسرت، نقف طبعا على الجدول بتاع الحد. انتوا فاهمين يا جماعه انا بعمله صح كده؟ انتوا متابعين حركه ايه صح؟ وهنروح عاملين انسرت. يا شباب حد تاني يا جماعه بيرد عليا صح؟ الو انا مع حضرتك. انتوا تمام يعني؟ حاضر. ونروح جايبين كلمه انسرت ونروح جايين على الباي شارت. بصوا يا شباب الباي شارت دي وظيفتها ان هي بتبين لك اهو كام اللي هي المساهمه ما بين كل واحد واخد كام حته من التورته. يعني بص مثلا لو تلاحظ كده، بص بدوي معايا صح؟ تمام حضرتك. بص يا بدوي لو تلاحظ كده يا بدوي، احنا دلوقتي الشكل اهو، بس احنا عايزين نعرف مين اللي واخد اكتر حته من التورته. الشكل ده برده مش حلو. هنعمل ايه بقى يا بدوي؟ بص بقى هنيجي نقف هنا في الجدول في الصوره دي، ونيجي عند كلمه ديزاين، هنروح على ايه؟ على داتا ليبل اد تشارت اليمنت، في حاجه اسمها داتا ليبل اهي، ونخليها سنتر مثلا. سنتر اهي لو تلاحظ السنتر برده الكتابه مش قد كده، فهنيجي نعمل ايه؟ نقف كده هنا كده هتلاقيهم علم عليهم هم الثلاثه، ونيجي عند هوم وندوس على كلمه دي كده ونخليها باللون الابيض كده. بقت الكلام ايه؟ بقى الكلام بقى كويس لحد ما بقت ظهرت. طب انا دلوقتي عايز الغي دي كده، يعني الجزء ده كده يتلغي، وعايز اخلي كل حاجه جوه الدايره دي جوه الجزء بتاعها. نقف على التشارت دي كده ندوس عليها مرتين كده هتلاقي ظهرت لك الفورمات داتا ليبل اهي اسمها
اسمها ليبل اوبشن اهي، دوس عليها مرتين يقول لك بقى ايه بقى انت عايزها بقى فاليو وشو لودر لاينز. انا اقول له انا عايزها لا فاليو وعايزها برسنتج وعايزها بالسيريس نيم كمان، لا مش سيريس نيم اللي هو الكاتيجوري نيم اهو، واللي يفصل ما بينهم مش كوما، انا اقول له انا عايز اللي يفصل ما بينهم نيو لاين يعني خط تاني بحيث ان هي تبقى جيد الجيد حلو قوي. فنعم حلو قوي حلو قوي يعني ظهرت كل حاجه كده في جزء القطعه كده بقت احسن حاجه. وبعد كده نروح دايسين عليها دوسه كده واحده، وبعد كده نروح على الهوم دي كده ونكبر الكتابه شويه، نكبر كمان يعني كده كويسه بقى. اكتر حاجه ايه اللي متاكله عندنا؟ الجيد جدا الممتاز اكتر حاجه بتتباع، وبعديها الجيد جدا، وبعديها الجيد، لان الممتاز واخد 36%، الجيد جدا 33%، الجيد واخد 31%. فاهمين قصدي ايه؟ تمام. دي كده التفصيل. يبقى دي كده ايه الكميات بحسب النوع، ودي كده نضيف عليها دي كده ونخلي نضيف على دي كده ونعمل اللي هو الفورمات ليبل. حد يعرف الفورمات بينتر دي؟ فاكرينها؟ نيجي نضيف على دي كده اهي ونعمل فورمات بينتر لدي كده بس كده اهي، ونخلي الكتابه باللون دي كده بالظبط. يبقى الكميات بحسب النوع. طب ما تيجي نشوف بقى واحده ثانيه، حد ممكن يساعدني بقى في حته ثانيه اهو؟ يلا بينا. ممكن تكتب بقى الكميات حسب الوجهه؟ الكميات حسب الوجه ماشي، ما عنديش مشكله. نعمل كده insert pivot table ونعمل بالاكزيست ونحطها هنا. طب استنى كده عشان ننزل دي كده، عشان انا عايز انزل دي، عايز اخلي الكتابه هنا يعني فاهم، عايز اخليهم مخفيين تحت الكتابه فاهم قصدي، تحت الصور. تمام. insert pivot table exist ونحطها هنا هنا كده اوكي. والواجهه والكمية ونعمل insert كده بسيط صورت كده اهو، ونعمل format number format ونعملها ايه comma separator اللي هي بعد الالف تاخد بتاع دي، وبعد كده نروح عمل لها insert recommended ونخليها بالمنظر ده كده. وتعالي بقى هنا يا حاجة، تعالي بقى ناخد دي كده على جنب اهي، واللي جنبيها دي على جنب اهي، وناخد دولاب بقى كمان على جنب. تمام كده بدوي؟ تمام. بص بقى شباب، هنا بقى دي انا مش عايزها بالابيض دي يعني، ممكن او ممكن بقى نعمل بقى اخفاء خالص للموضوع ده يعني، ممكن نيجي نقف هنا كده خالص ونروح جايين على كلمة ريفيو، وفي هنا ريفيو ولا فيو؟ فيو 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 في هنا بقى فين دي؟ لا 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 في هنا جريد لاين اهي، جريد لاين اهي نروح دايسين عليها اهي، ما بقاش فيه اللي هي المربعات بتاعت الاكسل. خدت بالك يا ابو واحد ولا يا بدو ولا لا؟ تمام تمام. وبعد كده نخلي مثلا اللون ده مثلا لون كده مثلا، او لون كده، يبقى دي الصفحه بتاعت ايه؟ الصفحه بتاعت التشارت بس كده. كده احنا زي الفل قوي. ونيجي بقى هنا كده ونخلي مثلا الشارت دي مثلا الديزاين بتاعها اهو الديزاين، ونخليه مثلا باللون ده مثلا ده كده جميل، ومش محتاجين كمان حاجه تفصيليه كمان، احنا كل علينا بس ان احنا هنكبر الكلام ده كده شويه اهو بس كده اهو. ونيجي عند دي الكميات حسب الواجهة او الواجهة، ونكبر الكلام ده كده شوية ونخليه باللون ده كده بس كده. كده احنا اعتقد بنسبة كبيرة احنا كده جمال قوي في حتة التفصيلة دي. تمام كده يا شباب؟ تمام. نيجي بقى المشكلة كبيرة قوي قوي هتقابلنا، ايه هي يا بدوي؟ تتوقع ايه مثلا؟ مشكلة هتقابلنا في الشارت؟ طباعة؟ لا لا، هالفلتر ازاي؟
هنفلتر ازاي؟ نلغي دي كده كمان، نعمل هايد اول فيلد دي، ونعمل هايد برضو اول فيلد دي عشان الكلام يبقى كبير كده وشكله حلو، ونعمل دي نمسحها خالص عشان يبقى الكلام كده شيك كده. هنفلتر ازاي يا شباب؟ انتوا معايا يا شباب صح ولا لا؟ يعني يا جماعه هو بدأوا بس اللي بيتكلم ولا انتوا كويسين؟ انتوا لا تمام هندسه تمام، يعني بالله عليكم خليكم معايا، انا حاسس ان بدأوا بس اللي معايا. لا احنا معاك يا باشا، انتوا يعني انتوا كويسين يعني. طب بصوا يا شباب بقى، حته الفلتره بقى نعملها ازاي؟ بصوا يا شباب، في اختراع جامد جدا في الاكسل ممكن ما تكونوش تعرفوا عنه حاجه. استنى بس تعالى بس نجيب الكلام ده كده شويه على جنب ونخليه كده على جنب شويه. نجيبه كده على جنب. في اختراع اسمه سلايسر. بص لما نيجي نقف على اي حاجه على جدول البيفت تيبل كده هتلاقي في حاجه اسمها ظهر اسمها بيفت تيبل انالايز. اهي هتانالايز دي هتبقى ايه؟ هنيجي هنا كده وهتلاقي في حاجه اسمها انسرت سلايسر، ندوس عليها. هيقول لك السلايسر دي الحاجات دي كلها اللي موجوده هنا في مجموعه كلها. فهنقول له احنا عايزين الوكيل، واقول له احنا عايزين الواجهه، واقول له احنا عايزين النوع. وممكن تختار حاجه تانية على فكره، ممكن تختار كذا حاجه على فكره، بس انا هختار الثلاثه دول. هيطلع لي ثلاث ايه؟ ثلاث جداول. ثلاث جداول. استنى بس كده بقى ايه، نرجع بقى دي كده نغطيها كده عشان بس ما تتعرش. بس كده والثلاث جداول اهو، ادي اول جدول. انتوا معايا صح يا شباب ولا ايه؟ مع حضرتك. انتوا معايا؟ لا الباقي باقي باقي الباقي بدو معاك. انتوا كويسين صح؟ ماشي هننزل دي كده شويه لتحت اهي اهو و اهو، وطبعا ده كده كده يعني حاجته صغيره. بص بقى المشكله بقى في ايه بقى؟ المشكله بقى في ايه بقى دلوقتي يا بدوي؟ المشكله انك لما تيجي تفلتر على الباز هو بيفلتر على الحته دي بس. لما تيجي تفلتر على العنوان هتلاقي بتفلتر على الحته دي بس. طب انا عايز لما اجي افلتر على كله هنعمل ايه بقى؟ بص بقى هتروح بقى اعمل ايه؟ في اول ما تدوس على ده كده هتلاقي في حاجه اسمها سلايسر ظهرت لك فوق اهي. تمام. هنجيب بقى في حاجه اسمها ريبورت كونكشن، وتروح رابطهم بالجدولين التانيين. اوكي ونيجي هنا كده تروح عامل ريبورت كونكشن وتربطهم بالجدولين التانيين، وتيجي هنا كده وتعمل ريبورت كونكشن وتربطهم بالجدولين التانيين. تمام. ايه بقى اللي هيحصل دلوقتي بقى بدوي؟ قول لي بقى انت. لما تدوس على حاجه تاثر في الثلاث جداول مع في اللاب، الثلاث جداول مع بعض. الله ينور عليك. الامارات الثلاث جداول اتغيرت. لو اخترنا مثلا الاهرام، ادي الاهرام وبيبيع قد ايه والكميات بتاعت الواجهه بتاعته قد ايه. مصر اهي. طب تعالى نصغر الكلام ده كده شويه معلش عشان بس ابقى شايف. الفيوم كل ده. طب لو انا اخترت مثلا الفيوم واخترت معاه ده، بص هو جاب لك بص الفيوم للاستيراد والخليفه وبيبيعوا فين والكميات بتاعته. طب عايزين نفك كل الفلتر ده بس كده. الممتاز ده مع حجم داتا كبيره كمان يبقى مساعد، يعني تبقى في مساعده كبيره انك تشوف البيانات بشكل واضح. ربنا يبارك لكم ان شاء الله ان شاء الله، وتعرفوا تستفيدوا اكتر من الله يبارك. هل في حد بقى يا شباب فاهم حاجه من اللي انا قلته يعني ولا ايه؟ لا لا تمام. الله يبارك في حضرتك. الله ينور. الله ينور. يعني انتوا كويسين كده؟ انتوا كويسين. الو تمام ممتاز. انا عن نفسي انا خلصت، وان شاء الله ابعت لكم البتاع دي، وان شاء الله كمان تقدروا تشتغلوا كمان على الداتا بتاعت المخازن دي، تقدروا تطلعوا منها داتا وارقام وكده زي الداتا دي كده. دي اسمها نخليها مثلا اسمها تشارت. تشارت دي ان شاء الله لما تيجوا تعملوها كده بالمنظر الجميل ده كده وتيجوا توروها المدير بتاعكم، صدقني صدقني هيفتخر جدا بيكم والله ما بهزر. تمام. مظبوطه تبقى المربعات مساويه للمربعات، الكلام يبقى مساوي للكلام، صدقوني هتفرق كتير قوي. وكل ما تقعد بقى تبص بقى تنطط بقى عليه تقول له مثلا بص لما ندوس على جيد هتلاقي بص كل ده بيختفي ما اعرفش ايه، طب لما ندوس على ده هتلاقي ده بيعمل ايه. بس كده يا شباب. فانا تمام جدا، انا حبيت بس ان انا اشارك معاكم خبرتي في الاكسل،
وانا والله مبسوط جدا ان انتوا كنتوا معايا، وخلاص دي اخر محاضره، وربنا معاكم يا رب، وربنا يكرمكم، وان شاء الله ان شاء الله تستفيدوا اكتر ان شاء الله، وتقدروا تطبقوا الشغل ده اكتر في شغلكم، وربنا معاكم. ماشي يا شباب، ربنا يبارك في حياتك. لو في بس بصر بسيطه دكتور، لو انا عايز اتابع مع حضرتك الباور بي اي من على القناه، في ترتيب معين ولا لا؟ بص، خش على الداتا، خش على البلاي ليست بتاعت الباور بي اي، هتلاقيني شارح الباور بي اي، اساسيات الباور بي اي، شارح حاجه اسمها دريل داون، وفي حاجه قريبه اسمها فلتر، ازاي تعمل فلتر وازاي تظبط الدنيا وكده. وبعد كده المحاضره اللي جايه هتكون بقى اي تي ال اسمها، اللي هي بس انت كده برضو احنا عملنا الاي تي ال برضو في الشيء. بص، من الاخر افتح الفيديو اللي بتاع فاهم الاساسيات، افتح كل البلاي ليست اللي فيها باور بي اي، كل باور بي اي بينزل دلوقتي حاجات جديده عليه، ان شاء الله تستفيد باذن الله. شكرا جزيلا لحضرتك، ربنا يبارك في علمك يا رب. تحت امرك، شكرا جدا ليكم يا شباب. اي حد عنده اي حاجه يا جماعه؟ جزاك الله خير يا باشا محمد، الله خير. انا اقسم انا فعلا فعلا مبسوط جدا ان انا اتعاملت معاكم، ومبسوط جدا ان انا قضيت معاكم على مدار شهر اهو. وبجد بجد فعلا فعلا يا رب ان شاء الله تبقى خير ليكم، وتقدروا تستفيدوا بيها في شغلكم باذن الله. ربنا يبارك في حضرتك، كتر خيرك يا استاذ محمد، ربنا يبارك في حضرتك. معلش انا اسف جدا والله، انا في الشغل للاسف، معلش في اخر حته دي. انا مع بدو ان شاء الله، وكده كده ذاكر برضه التسجيل بس اخر. لا النهارده شغال بس في الشغل بيعمل فلوس. ربنا معاك، ربنا معاك. هو انت هنا من القاهره؟ حبيبي يا استاذ محمد، انتوا شغالين في القاهره؟ انا شغال في اكتوبر. الله يكون في عونكم، الله يكون في عونكم، ربنا معاكم. ربنا يبارك لك يا استاذ محمد، ومتشكر جدا والله. وانا انا انا كنت يمكن اسعد بكتير والله ان انا قابلت حضرتك يعني في اسمعوني كويس قلت ده، وربنا يبارك مع حضرتك. ما تخرجوش من الجروبات، اتمنى ما تخرجوش من الجروبات الاكسل، علشان في يوم من الايام لو حصل لا قدر الله عندكم مشكله ولا حاجه، تخشوا تكتبوا الاكسل مثلا كده في الجروب تظهروا. انا ما بخرجش من اي جروب، دوروا عليا، ابعتوا لي على الواتساب، ابعتوا لي على الواتساب، انا تحت امركم في اي حاجه. انا طبيعي في اللاب والعادي، يعني انا كده ممكن استاذن حضرتك ان احنا الجروب ده يفضل بس ما يعذبوش وكده، بحيث نتابع مع حضرتك عليه. ما بتخرجوش احنا كده كده ما بخرجش منه، وكده كده بيتنسي، بس انا بقولها لك لو افتكرت اي حاجه ارجع لي في الاكسل وابعت لي. انا ليه معادي مش زعلان، بس يزعل لما ربنا يبارك لك يا استاذ محمد. انا الناس اللي معاك لما راحوا جابوا اللب. معلش لسه خارجين من. ماشي اسف جدا، معلش، وكتر الف خيرك يا استاذ محمد، ربنا يبارك لك. ماشي يا ريس، معلش يا استاذ حضرتك يا استاذ محمد، لو ينفع نبعت المحاضره النهارده؟ المحاضره هبعتها لكم دلوقتي حالا، لكن الفيديو هبعته ارفعه، بس الفيديو ده كبير قوي، الفيديو ده حوالي 50 دقيقه. معلش يا استاذ حضرتك، عشان صراحه انا زعلان وعايز يعني لو ينفع ربنا يبارك لك يعني، قول لنا كتر خيرك. ربنا يبارك. حاضر. ماشي. ماشي يا شباب. ماشي. شكرا جدا. شكرا. السلام عليكم. شكرا جزيلا. السلام عليكم. السلام عليكم.